السلام عليكم. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله إن محبك فيه. أحبك الله الذي أحببتنا له. معلش يا شيخ، عندي سؤال. سل. أول واحد، إيه الحقوق لمن مات عنها زوجها؟ ال فرعي بتها. ها؟ الحقوق لمن مات عنها زوجها، حقوق القائمة والذهب الشرعية. أما قائمة العفش فهي لها، لأنها مثبت في القائمة أن الزوج أمين على هذه الأشياء. ثانيا، المؤخر لها كاملا، يقسم من التركة قبل تقسيمها كدين على الزوج. ثالثا، إن كانت حاملا أو مرضعا فعلى الوارث نفقة الحمل والإرضاع. هي معاها بنت ها؟ مصدومة، نعم؟ بنت مصدومة، لا، البنت هذه لها ميراثها الخاص. لكن ليس عليها نفقة. لا، نفقة من هي لها تركتها. ثم إذا المرأة رفضت أن تقوم بأمر البنت، يقوم بالبنت عصبات أبيها. نعم، السلام عليكم.